ودي أتكلم عنه بخصوص التحديث الجديد للسناب. أنا ما عجبني أصلا، لكن شفت بعض الشباب يرسلون فيديوهات يفتح ذم. الثقافة والعلم واجب علي وعليكم، بس فيه واجد من الناس اللي يفتحون ذمهم يطلع ألوان مثل ألوان الطيف، ما يفهمون إيش معه. أنا ماني مع الهبة ولا مع الموضة كل ما صارت يلا معهم، لا والله أني دائما حاسب أحاول أعرف وش الشيء هذا، وش مغزاهم، وش من ذكاء الغرب أنهم يحاولون يضيفون أشياء يبل فيتنها ألعاب وضحك، لكن هم يرسلون رسالة مبطنة خبيثة. متأكد نصفكم أكثر ما يعرفون وش معنى الألوان اللي تطلع من ثم الواحد لما يفتح ثمه ويصور بالتحديث الجديد. أنا بعلم. مع الأسف الألوان هذه تعني علم المثليين الشواذ، الله يكفينا الشر. شوف لأي درجة يبغون يوصلون الأفكار، لذلك سياستهم العفنة يبغون العلم هذا ينتشر ويصير من مبدأ الضحك كبداية، ثم يعرفونها الأطفال يعرفونها الكبار وينتشر من باب أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. أنا تكلمت قلت اللي علي، اللهم بلغت، اللهم فشل.